بالكمامة. ايه الكمام شيء مو أساسي. مو أساسي. مو أساسي. لأنه شوف في أسباب كثيرة. آخر شيء الصياد ينتقل عن طريق الهواء. ايه. وهذا اليابان وغيرها. عندك بواخر اللي عمرها لا احتكوا بالناس ولا شيء حاشهم كورونا. شنو السبب هذا؟ هل هذا وهل الفيروس هذا بصنع الانسان ولا لا؟ انا ما اظن ان بهالدرجه من الصين يروح يتوزع على جميع دول العالم. يعني عندك شك انه قد يكون من صنع الانسان؟ من صنع الانسان وبعدين عن طريق الهواء. ممكن انا مع ان نفوا الموضوع يعني دكتور عباس نفوا انه عن طريق الهواء، قالوا من خلال الرذاذ فقط، هذا ما اثبت علميا. يا اخي انا عمري ما اشوف واحد قاعد رذاذ الا برذاذ على وجهه، وكلنا قاعدين ولابسين حتى بدون كمام قاعد نتكلم. اي رذاذ اللي يوصل وعلى طول يتعادى. ممكن، ما اقول لك لا، انا ما اقول لك بالهذا، لكن الاسباب الحقيقيه بالفيروس الجديد اللي هي عن طريق الهواء، او ان هذا دكتور يعني شيء من صنع الانسان. اسمحوا لي كل تحيه وتقدير، لكن انا يعني للامانه العلميه تقتضي اني انا لازم انوه على هذا الموضوع، ما يمشي مرور الكرام. تفضل. اولا عده جهات مختصه، وفي منشور في مجله النيتشر درسوا الفيروس وبكل يعني تجرد وبكل فمؤامرة ان هذا الفيروس مصنوع تم ضحضها، يعني خلاص قضي الامر. هذه صحيح. هذا رقم واحد. رقم اثنين، انت حضرتك استاذ احمد نوهت على شغله وايد مهمه، قلت على اساس ان الواحد دائما يدارك ولازم يكون في تغييرات مستمره تتعاطى مع الامور، وانا اثمن لك هذه النقطه. منظمه الصحه العالميه والسي دي سي اللي هي المركز، والله شلون ساعدني بالترجمه، مركز مكافحه الامراض والاوبئه الامريكي، ما قصر يا فيصل. فحتى السي دي سي ومنظمه الصحه العالميه الحين حطت من ضمن توصياتها الكمام، لبسوا كمام. نعم، بدوا ما تلبسون كمام. معي الدكتور غانم، دكتور احمد، دكتور عباس، دكتور عباس بعد اذنك. مهم احنا على الهواء لبسوا كمام، احنا لازم ننوه على هذا الشيء. دكتور احمد احنا على الهواء. مهم جدا هذا ايضا ما تمر مرور الكرام. علميا ثبت بان الفيروس ينتقل بالرذاذ ولا ينتقل بالهواء، وعلميا بالدراسات حتى بالليزر وبالموجات بينوا بان الرذاذ ممكن يصل، رذاذ هذا الكحه يصل الى 3 أمتار. بس قال شلون وصل السفن ووصل البحر؟ هذه السفن، السفينه اليابانيه. دكتور انت قاعد تقط علي كثير من الشبه، ما اقدر اصدك واحده رد علي ونفندهم واحده قاعدين، انتم وراكم شيء احنا قاعدين نفند هذا الكلام كله. وضع افريقيا مختلف يا دكتور، ضعف التسجيل وضعف وجود الانظمه وما عندهم مسحات، فبالتالي يا اخي ارجع للاحصائيات. العراق العظيم في 92 حاله ريبورتد، تصدق هذا الكلام؟ فبالتالي كون اذا هذه الدول الفقيره قاعد ياكل فيهم الوباء، لكن ما عندهم نظام تسجيل، فبالتالي دكتور